مرحبا بكم في شيتيك. العادة مع الهواتف النقالة أن تكون بأحجام كبيرة، ثم ما تلبث وأن تبدأ بالصغر جيلا بعد جيل، ثم تعود للكبر مرة أخرى. وهو نفس الحال مع الهواتف الذكية التي كبرت وصغرت وتنوعت أحجامها، ولكن هذه السنة تبشر بموجة جديدة قد نراها فعليا، ألا وهي الشاشات المرنة القابلة للطي. في معرض CES للعام 2013 عرضت سامسونج بعضاً من المنتجات التجريبية والتي تستخدم هذه الشاشات التي تعتمد على تقنية الأوليد، وبدلاً من الزجاج فهي تستخدم البلاستيك المرن. وفي العام 2016 عرضت شركة فليكس إنيبل البريطانية في معرض MWC نماذج من شاشاتها المرنة واستخداماتها في عدة مجالات وتصاميم تصورية لكيفية استخدام هذه التقنية، والتي يمكن أن تطبع على البلاستيك مع إمكانية طباعة الدوائر الكهربائية فيها بشكل مدمج حتى لو كانت قوارير مياه. في تيك وورلد عرضت لينوفو هاتفاً مرناً وقابلاً للطي. وهناك تسريبات على الإنترنت تشير بأن سامسونج وإلجي قد يقدمان هذا النوع من الهواتف هذه السنة، وقد تكون كفة سامسونج لاستخدام هذه التقنية التي طرحت في العام 2013 وارداً بقوة، خاصة وأن هاتفها النوت 7 والذي كان يعد من أقوى أجهزة العام الماضي تعثر في تحقيق النجاح بعد حوادث الانفجار للبطارية. البعض تكهن بأن الهاتف جالكسي اس 8 القادم سيحصل على هذه التقنية، ولكن بحسب الوضع الراهن للشركة فإن نوت 8 أو أيا كان اسمه هو الأنسب كي يستعيد مكانته في سوق الهواتف. فلننتظر الأيام ولنرى من هي الشركة التي ستكون صاحبة أول هاتف قابل للطي هذا العام. وهذا شيء تك، كان معكم سلطان بتاوي العربية.